السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. بهذا الفيديو يا أخوان رح نحكي كل التفاصيل بما يخص موضوع إذن العمل سواء للسوريين أو للأجانب، ورح نحكي عن جميع التفاصيل، أسباب رفض إذن العمل، هل هناك قرارات جديدة تخص موضوع إذن العمل، متى يحق لك التقديم على الجنسية التركية على موجب إذن العمل، كل ما يخص موضوع العمل وإذن العمل في تركيا. بداية ضعوا إعجاب للفيديو، لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو لعند أصدقائكم على الواتساب مشان الجميع تستفيد وتعرف هاي المعلومات القيمة. خلينا نبدأ بالموضوع الأول، هل هناك قرارات جديدة بما يخص موضوع إذن العمل أو رفض إذن العمل؟ في كتير ناس قدمت على إذنات عمل بهي الفترة وحصلت على رفض، في ناس مثلا الكملك تبعهم غير ولاية قدموا على إذن العمل فشافوا رفض، هل هناك قرارات جديدة من قبل وزارة العمل؟ أخواني بداية لا يوجد قرارات جديدة بهذا الخصوص، ومثل ما شايفين قدامكم على الشاشة أحد الأخوة اللي حصل على إذن العمل تبعه قبل شهر تقريبا. طبعا هذا الشخص الكملك تبعه غير ولاية قدم على إذن العمل وجت الموافقة، وصلوا الكارت تبع إذن العمل بدون أي مشاكل نهائيا. بداية خلينا نحكي عن إذن العمل. إذن العمل يا أخوان هو بحق لأي شخص عم يشتغل بتركيا أنه يحصل على إذن عمل. طبعا إذن العمل مخصص للأجانب فقط، وبالقانون التركي العمل دون إذن عمل للأجانب هو مخالف للقوانين، وممكن الشخص يحصل على مخالفة وممكن يتعرض للترحيل. طيب مين هن الأشخاص اللي بيقدروا يحصلوا على إذن عمل؟ سواء امرأة أو رجل بيقدروا يقدموا للحصول على إذن عمل، سواء كان معهم كملك أو كان معهم إقامة أو كان معهم بطاقة حماية دولية، كل الأشخاص قادرة تقدم لتحصل على إذن عمل. طيب شو هي أسباب رفض إذن العمل؟ رفض إذن العمل يعود لأسباب عديدة، ولكن بالفترة الأخيرة الأشخاص اللي تم رفض إذن عملهم إخواني بيعود رفض إذن العمل لعدة أمور. أول شيء يا إخوان، إذا كانوا هدول الأشخاص عم يستخرجوا إذن عمل ولكن هن فعليا ما عم يشتغلوا بمكان العمل نفسه، يعني مثلا راحوا ليستخرجوا إذن عمل فقط لنقل الكملك، في فئة كبيرة صارت تأخذ إذن عمل وتنقل الكملك عليها بعدين توقف دفع السيجورتا. طبعا بالمناسبة يا إخوان إذن العمل والسيجورتا هن مختلفين عن بعضهم. السيجورتا هي أحد الأوراق أو أحد الأمور المطلوبة أثناء استخراج إذن العمل، وبالنسبة لموضوع السيجورتا الشهرية اللي بيتم دفعها ما لازم يتم إيقافها يا أخوان ولو حصلتوا على إذن العمل، لازم يضل دفع السيجورتا مستمر بكل الحالات. بالفترة الأخيرة الناس اللي وقفت دفع السيجورتا قاموا بإعادتهم إلى ولايتهم، طبعا هذا الحكي يشمل أصحاب الحماية المؤقتة. أصحاب الإقامة أيضا بيقدروا يقدموا على إذن عمل، يعني كل الأجانب فيهم يقدموا للحصول على إذن عمل، ولكن الفرق ما بين الاثنين، الشخص اللي أصل إذن العمل تبعه إقامة، الشخص اللي عنده إقامة بيتم تحويل الإقامة تبعه لإقامة عمل بعد ما يحصل على إذن عمل، أما الشخص اللي عنده كملك اخواني بيحصل على اذن عمل بجانب الكملك، وبيكون مكتوب على اذن العمل من الخلف انه هاي الوثيقه لا تحل محل الاقامه، يعني مثل ما شايفين انتم قدامكم على الشاشه مكتوب انه هي لا تحل محل الاقامه. طيب في اشخاص كتير بتقول نحن صرنا عنا اذن عمل 5 سنين و6 سنين مثلا ما حصلنا على الجنسيه التركيه. اخواني الكرام بالقانون التركي للحصول على الجنسيه التركيه من خلال العمل لازم يكون عند الشخص اقامه عمل وليس اذن عمل صادر عن بطاقه حمايه مؤقته، يعني الاشخاص اللي عندهم كملك واستخرجوا إذن عمل ولو مر 5 سنوات لا يحق لهم بالقانون التركي التقدم للحصول على الجنسية التركية فورا، أما الأشخاص اللي عندهم إقامة بيتقدموا وبيحصلوا بالقانون على الجنسية التركية. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم كملك إخواني يتحققوا من موضوع إذا إذن العمل تبعهم نزل بإدارة الهجرة أو لا. الأمس عملت فيديوهات حول هذا الموضوع، الكل يروح يشوفهم ويتحقق إذا إذن العمل تبعه نزل بإدارة الهجرة فعليا، ولكن انتبهوا على موضوع دفع السيجورتا يا إخوان. أسباب رفض إذن العمل تعود يا إخواني إلى صاحب العمل في حال كان الشخص ما عنده اي مشاكل بالكملك او الهوية تبعه. في ناس قدمت للحصول على اذن عمل مثلا كانت الاقامة تبعها فيها 6 اشهر، جواز السفر تبعهم قليل، قاموا حصلوا على رفض. في ناس قدمت على اذن عمل حصلت على رفض بسبب انه صاحب العمل اللي هن عم يشتغلوا عنده مو عامل كل الاجراءات بما يخص الضرائب وبما يخص الاجراءات القانونية بالعمل. في ناس تم رفض اذن العمل تبعهم لانه مو متوفر 5 اتراك بمكان العمل. في ناس تم رفض اذن العمل تبعهم بسبب رأس مال صاحب العمل. طيب شلون بدنا نتحقق ليش تم رفض اذن العمل؟ اثناء الرفض يا اخوان بيبعتوا ورقه بيكون مكتوب فيها سبب رفض اذن العمل، وعلى هالاساس بامكانكم تتواصلوا مع وزاره العمل، ممكن يتم اعاده تقديم الطلب مره اخرى، ممكن يتوافق عليه وممكن يتم الرفض. واحيانا بيتم رفض اذن العمل بسبب اوراق ناقصه من احدى الطرفين، يا اما من العامل يا اما من صاحب العمل. وفي فرق كبير، الشخص اللي عنده كملك بس بده يقدم على اذن عمل هو مو بحاجه لجواز سفر، اما الشخص اللي عنده اقامه لازم يكون معه
جواز سفر وساري المفعول ايضا. شو هي فوائد اذن العمل؟ اذن العمل يا اخواني بيضمنكم حق العمل بشكل قانوني، بالاضافه بعد فتره بتركيا فيكم تصبحوا اشخاص متقاعدين، وبامكانكم الحكمه بالمستشفيات بشكل مجاني على موجب السيجورتا تبع اذن العمل. واذن العمل في له عده فوائد عديده للاولاد ايضا. بتوقع يا اخوان بهي الصوره بتكون وضحت كل التفاصيل يلي بتخص موضوع اذن العمل. في حال عندكم سؤال او استفسار، لانه في كتير ناس سالتني بهي الفتره حول مواضيع السيجورتا، اذن العمل، اسباب الرفض والى اخره. اخواني الكرام بالفيديوهات القادمه ان شاء الله رح اشرح لكم ايضا عن موضوع الاعفاء من اذن العمل. في فئتين ممكن يتم اعفائهم من اذن العمل، وكيفيه التقديم على الاعفاء من اذن العمل عن طريق الهاتف. لا تنسوا الاشتراك بالقناه مشان توصلكم جميع التفاصيل. كل الحب والاحترام، تحياتي لكم جميعا، سلام عليكم.